كتاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه للشيخ عائد القرني صاحب كتاب لا تحزن. في حلقتنا هذه نلخص لكم أهم ما جاء في هذا الكتاب الممتع الذي يتغنى بسيد الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تابعوا معنا مراجعة الكتاب وسأعطيكم الكتاب هدية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مؤلف كتاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه هو الشيخ عائد القرني، كاتب وشاعر وداعية إسلامي سعودي، له الكثير من الخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات وأمسيات شعرية وأدبية. يعد كتاب لا تحزن أبرز كتب الشيخ القرني، حيث بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة، وسنخصص له بإذن الله تعالى حلقة خاصة. وله 182 كتاب في التفسير والحديث والفقه والسيرة والأدب، وله كتاب الموسوعة الإسلامية في 12 مجلد. يتناول الكتاب الذي نحن بصدده سيرة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه رأي العين. يقول الشيخ عائد القرني في مقدمة كتابه: لا أستطيع أن ألتزم الحيادة في كتابتي عن أحب إنسان إلى قلبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني لا أكتب عن زعيم سياسي قدم لشعبه أطروحته وعرض على أتباعه فكرته ليقيم دولة في زاوية من زوايا الأرض، بل أكتب عن رسول رب العالمين المبعوث رحمة للناس أجمعين. ومن خلال هذا الكتاب تناول سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل مختلف، فبدأوا من اسمه ونسبه ودينه، وعرج على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال من أحواله وكيف يعامل الناس بخلق القرآن الكريم. وحتى لا نطيل عليكم نعطيكم زبدة هذا الكتاب وسنقطف لكم من كل بستان زهرة. يقول كاتبنا في كتابه: إذا سألت عن اسمه فهو محمد صلى الله عليه وسلم، اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم، وتفرد بالمثل وتميز بالريادة، محمود عند الله لأنه رسوله المعصوم ونبيه الخاتم وعبده الصالح وصفوته من خلقه وخليله من أهل الأرض، وشق له من اسمه ليجله فضل العرش محمود، وهذا محمد، وهو خاتم الرسل وخيرة الأنبياء وخطيبهم إذا وفدوا وإمامهم إذا وردوا، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، المقام المحمود المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل صلى الله عليه وسلم. أما عن نسبه فالرسول صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، إلى نسبه يعود كل مخار، فلن تجد في صفة عبد المطلب أجل منه، ولا في قرن هاشم أنبل منه، ولا في أطراب عبد مناف أكرم منه، ولا في رعيل قصي أعلى كعبا منه. وأما موطنه عليه الصلاة والسلام، اختار الله له من بقاع العالم أحب البلاد إليه سبحانه، البلد الحرام والتربة الطاهرة والأرض المقدسة. فولد صلى الله عليه وسلم في مكة، حيث صلى الأنبياء وتهجد المرسلون وهبط الوحي، ففيها رضع على بن الطهر ورشف ماء النبل، وفيها درج ودخل وخرج وطلع وولج، فهي وطنه الأول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت عن محمد صلى الله عليه وسلم طفلا، فإن الطهر ولد معه، والبشر صاحبه، والتوفيق رفيقه، عين الرعاية تلاحظه، ويد الحفظ تعاونه، حافظه الله من الرعونة ومن كل خلق رديء ومذهب سيء، لأنه مهيئ لإسعاد البشرية، معد بعناية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأما عن شبابه فهو زينة الشباب وجمال فتيان، عفة ومروءة وعقل وأمانة وفصاحة، لم يكذب ولم تعلم له عثرة ولا زلة ولا منقصة، فهو طاهر الإزار مأمون الدخيلة، زكي السر والعلن، وقور المقام، صادق المنطق، عفو الخصال، قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. فحينما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين رسول، فجعله هادي مهتى ونور وهدى وعلم نافع، فهو أرسل لصلاح الدنيا والآخرة ولسعادة الروح والجسد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فثبت الله قلبه فلا يزيغ، وسدد كلامه فلا يجهل، وحافظ عينه فلا تخون،
وحصن لسانه فلا يزل، ورعى دينه فلا يضل، وتولى أمره فلا يضيع، فهو محفوظ مبارك صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت عن دينه فهو الإسلام، دين الفطرة، دين الوسط، دين الفلاح والنجاة، أحب الأديان إلى الله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سهل الميس، عام شامل، كامل تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو دين صالح لكل زمان ومكان. وأما كتابه فهو القرآن الكريم، أفضل الكتب وأجل المواثيق وأحسن القصص وأحسن الحديث، فهو الحق المهيب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب فصلت آياته ثم أحكمت، كل حرف منه بعشر حسنات، شافع مشفع، شاهد صادق، ليس بسح ولا شعر ولا بكهانة ولا بقول بشر، بل هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، نزل به الروح الأمين على قلب رسول رب العالمين، ليكون من المرسلين بلسان عربي مبين. الموضوع موثق، تجدون رابطه في الوصف أسفل الفيديو، ومعه تجدون نسخة PDF من الكتاب كما وعدتكم في بداية الحلقة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب والتعليق تشجيعا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.